فضلا وليس امرا. ادعمونا بلايك للفيديو. مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم في اجواء كبيره جدا من هنا من ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، مباراه الريال مع برشلونه، كلاسيكو ينسينا في الاخر. هذه المره الموعد سيكون مع مباراه مثيره جدا، خاصه بالنظر لاهميتها بالنسبه للفريق المحلي ريال مدريد في ظروف صعبه هذه الايام، بعد تعثر امام سيلتا فيغو، وخسرت امام ليفانتي، وخسرت امام المان سيتي في دوري الابطال. الجماهير اليوم ب80,000 متفرج كلهم بصوت واحد على مدريد في مواجهة برشلونة في الجهة المقابلة، الذي تحسنت أموره وصار رائدا بفارق نقطتين على ريال مدريد. البارسا التي تنزل ضيفة بتير شتيغن، سيميدو، جوردي ألبا، سامويل أومتيتي، جيرارد بيكي، ديونغ، سيرجيو كازيميرو، توني كروس، وفالفيردي، فينيسيوس جونيور، إيسكو. يريد أن تضغط هنا على فريق برشلونة في منطقته، بوليمور، إيسكو، مازال إيسكو، الركنية الأولى، يرجع لديونغ في المراوغة والخروج السريع، فالفيردي، سيميدو، سيميدو راح مليو، وكازيميرو، فجأة من فينيسيوس جونيور على جهة اليسرى مع سيميدو، يتفوق سيميدو على برشلونة، الكرة من بيكي وتشتيك، خطيرة والدفاع يدخل، وبنزيما، الكرة عالية، فوق المرمى ليحاول يمر، كرة ممتازة، جونيور، والركنية الثالثة، بركة حتى الآن. كارفاخال كرته لم تمر، أومتيتي في التغطية، ميسي استلم، ميسي في التوزيع، بعيدة في القائمة لهذا أو ذاك، وانطلق سيميدو على الجهة اليمنى وفي خطأ، نعم، وبطاقة صفراء أولى يخرج حكم المباراة في وجه أخرى، الجهة اليسرى الأرضية وركنية، لا يتمكن بفرصة كارفاخال والتغطية، فينيسيوس يدخل البرازيلي، كرة بعيدة ويرجع مرة ثانية، وطوني كروس عالية، تذكرني إيسكو في القائمة الثانية، إيسكو بالراس، هنا الكرة، غريزمان، خطيرة، ورافائيل فران ينقذ فينيسيوس، سيميدو، فينيسيوس، سيميدو، فينيسيوس، وسيميدو تفوق، غريزمان، ميسي يلعب على جوردي ألبا، كرة صعبة خطيرة، كرة بكرة، لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، فرصة بفرصة، كاد يسجل الريال وكاد يسجل برشلونة في هذه اللقطة، كرة جول، كرة جول، كرة جول، الدفاع يخرج وضاعت، الدفاع يخرج، يرجع لمارسيلو، كرة ممتازة لإيسكو، وبيكي، دخل بنزيما، كارفاخال، وجونيور، والدفاع، غريزمان يضيعها، التغطية من راموس، قوة خليه وما زال ليو جوجو رائع رائع من هنالك لارتور وراموس والحكم يقول خطا لسمع راموس ترجع لفالفيردي كره صعبه ارضيه الجول الجول ميسي راح من هنالك ميسي باليمنى وجيبو كورتوا يتمكن من هذه الكره خطيره كريم كروس مارسيلو في التوزيع في القائمة الثانية بعيدة كثير لفالفيردي والحكم يقول خطأ ليدي سيميدو راح البرتغالي سيميدو دخل الكرة الأرضية واللي ما زال بيديا مع غريزمان غريزمان يبحث عن ارتور 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 كرة في القائمة الثانية بنزيما وفينيسيوس جونيور من مارسيلو كرة فينيسيوس جونيور خطيرة الكرة لم تمر فينيسيوس يمر التسديدة بين أحضان الحارس غريزمان وكارفاخال يحاول يمر يدخل ليو ليو التغطية الدفاعية خطيرة ميسي فعلها ميسي فعلها ميسي فينيسيوس جونيور وبنزيما فينيسيوس سيميدو هرب له سيميدو هرب له سيميدو هرب له سيميدو بابا ارتورو كارفاخال يحاول يمر كارفاخال مع فريق ديونغ وبوسكيتس فينيستير فيدال ميسي في المراوغ الاول يلعب بيديا ترجع له ليو الجهه اليسرى جوردي البا غريزمان توصل ليو ميسي كازيميرو في فاران فاران في التوزيع بعيده بعيده يا رفا يا فاران برشلونه راموس وكذلك توني كروس السيد انطونيو ماتيولاوس نهايه شوط اول رائع جدا بين الريال والبارسا اعود والتقي بكم مع بدايه الشوط الثاني بعد حين باذن الله تعالى زميلي الاخضر وضيفيك سيكون لديك الخط بعد حين تفضل
والتشكيلتين، تير شتيغن في حراسة مرمى نادي برشلونة، الليلة سيميدو رفقة جوردي ألبا، الركنية تلعب خارجة بعيدة خطيرة والحكم ميسي وجوردي والكرة في الركنية من مجريات هذه المباراة. كل منيتنا أننا ميسي استلم ودخل، ميسي والخطأ يرتكبه، يلعب بسرعة جوردي ألبا مع الدفاع سيميدو، ميسي توصل لديونغ خلاها لأرتور، ضاعت الكرة كازيميرو يلعب لديونغ أو أرتور، أرتور في صراع مع أنتوني كروس، وزب أن تكون بيكي حتى تتموقع بهذا الشكل وتصد بهذا أو ليمون رحم 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 ريمر وفينيسيو جونيور أرضية تمزق طويت فقط وستفتح مجددا. بنزيما خطير، بنزيما يلعب لفينيسيو جونيور وبيكي، جوردي ألبا على الجهة اليسرى، جوردي ألبا كاد يلحق مارسيلو مع إيسكو، إيسكو با 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 روعة، يا سلام نبدأ السلام لمارك أندري تير شتيغن وبعده لإيسكو في الزاوية التسعين في منتهى الروعة اللعبة هذه، إيسكو كرة دائرية وأندري تير شتيغن استلمها معاه فينيسيو جونيور، بنزيما يراوغ ضيعتها غريزمان، هرب غريزمان وكارفاخال او فاران، وين فاران وين فاران الراسية غريزمان، ميسي لعب ناحية كازيميرو، كازيميرو يو 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 كرة خطيرة يو 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 لا ديونغ ديونغ ارتور ارتور ميسي ضاعت من في التاريخ في موسم واحد اللقاءات الذهاب والاياب في الكلاسيكو في الدوري ينتهيان ب بابا بابا لعبها كارفاخال وجول، لعبها كارفاخال لويسكو بالراس على قصر قامته حطها في الزاويه اليسرى وبيكاي ينقذ البارسا من كره جول، كارفاخال صنع الحدث ويسكو يو 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 مارسيلو هيله 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 خطيره بالراس راموس، فيردي يرجع توني كروس يا توني كارفاخال بابا بابا كاري بنزيما يو 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 كارفاخال وكريم لم يكن في وضع التسلل، ارتورو فيدال ارتورو ليو ليو ارتورو ارتورو ليو كريم ومع توني كروس يلعب مع بيسكو جونيور يراوغ ويدخل بنزيما يستلم بابا خطيره والدفاع يا له من انتفاضه مدريديه، يا سلام يا له من ضغط ويا له من فرص، ماتيو لاوس يقول العب وستاتي جوردي ألبا عرضيه الكره من جوردي رافائيل فاران ميسي ولولو الكره وراح بريد ويت خطيره بابا بابا با رافائيل راس وراموس وراموس بابا 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 وضع التسلل مارك اندري تير شتيغن حتى في التسلل لن اترك فينيسيوس جونيور دخل فينيسيوس فينيسيوس جونيور وجونيور وبابا بابا با جول 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 جونيور يتحول الى سينيور، فينيسيوس ياس الشباك يزلزل البرنابيو ويفتتح مجال الترجيل للريال جول جول جول. في الشوط الاول قلت لكم بانه اذا فعلها الريال سيفعلها فينيسيوس جونيور، البرازيلي الصغير يسجل ثاني اهدافه مع الريال هذا الموسم اكيد هو الاغلى، الملعب يهتز، فينيسيوس جونيور يزلزل سانتياغو برنابيو تحت اقدام الكاتالونيين ويسجل هدف بعد هربه على الجهه اليسرى، ضربت في المدافع وباختت اندري تير شتيغن، جول الريال يا فينيسيوس، لا يهرب لا يهرب لا يهرب مارسيلو لا وتيبو صابولو بتيتي ويت بوسكاس ليو ميسي بابا بابا بيت بيت دخل ومر خطيره ليو يو 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 بنزيما كارفاخال كارفاخال بابا 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 راح الطفحه وراح جونيور يدخل يو 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 وخطا علي غريزمان في هذه اللحظات مشاهدينا الافاضل
ماريانو 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 جول با 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 جول ماريانو يقتل برشلونة في معقل سانتياغو برنابيو ماريانو البرازيلي يدخل 30 ثانية بعد ذلك يهز الشباك